بكم من جديد مشاهدي الاعزاء. دي كانت ضربه البدايه لينا، ويا لينا لو رجعنا بنلقى اي شيء مربوط بالزمن، حتى صح. المزيكا، الرقص، يعني اي قاعة محتاج لزمن. نعم. ده اللي بيدل على انه الوقت هو اللي بيحرك حياتنا. يعني لولا الوقت احنا ما بتشاهدونا لا ولا بنعانق اسمعكم وانذاركم، ما بنقدر يعني نقضي نشاطات حياتنا اليوميه بدون الوقت. الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قطعك انت تحديدا. يعني انت المسؤول عن الوقت، وانت المسؤول عن الزمن الخاص بك في يومك. تقدر تحدد انه كيف تقدر تنظم وقتك ويومك وشكل يومك. ناس كثير يعني بتسمعك تقول لك اخي اهميه وقتي كيف يعني، ما خلاص انا هو قمت وما عندي زمن معين. لكن كل ثانية في حياتنا احنا محسوب علينا، محسوب علينا ومحاسبين يعني حتى دينيا يوم القيامة بنسأل في وقتنا افنيناه وفي شنو بالضبط. فبالتالي الزمن يعني حاجة مهمة وشيء اساسي عشان ما نحن نتقدم ونمشي لقدام. اللي عندنا حاجة عن الزمن احترق. نعم. مبادرة جميلة جدا، اليوم الوطني للاحترام الوقت، يعني حاجة سودانية مميزة جديدة، خاصة ونحن متهمين دائما بانه احنا كسالى ما مهتمين بالوقت. لا، احنا عايزين نكسر هذه العبارة بمفهوم جديد انه احنا بنحترم الوقت. داخل الاستوديو معنا سعادة اللواء ركن صلاح الدين حسين، امين امال، المنظمة القومية لاحترام الوقت، منظمة سودانية مهتمة بالوقت. اهلا مرحبا بك سعادتك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انه يعني نقضي وقت مفيد ان شاء الله. بنتمنى، وزي ما قالت لينا يعني ده موضوع مهم، ونحن كمان كإعلاميين وخاصة اذا كان تلفزيون او اذاعة ما عندنا، زي ما كان بيقول لنا الراحل صالحين استاذنا، يعني ما في نشرة الساعة 7 ودقيقة، 7 يعني 7. فنحن الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا سعادة اللواء، ويا ريت في البداية تكلمنا عن المنظمة. منظمة احترام الوقت يعني بدأت فكرتها أصلا بواسطة سعادة العميد معاش حسن عثمان، وهو رجل مهموم بأمر الوقت، لأنه يعني لقدام حنشرحها. هو جابه موقفين، وهو رجل وطني غيور، وكان يعني المسألة حزت في نفسه، وبالتالي جاء وسعى وتنادى مع بعض الأخوان يعني عسكريين، مدنيين، بروفيسورز، يعني من كل فئات المجتمع، والناس أيدت بصورة كبيرة هذا العمل. وحصل طوال الناس بدأت عملت اجتماعات في 2017 2017، وفي 2017 في شهر 10 تم تسجيل منظمة احترام الوقت كمنظمة قومية. طيب نتكلم عن تكوين المنظمة واهتماماتها تحديدا. يعني نشأة تكلمنا عنها تاريخ يعني ما قريب بعيد، بالعكس، لكن تكوين واهتمامات المنظمة. المنظمة طبعا بتتكون هسه حاليا من جمعية عمومية، من لجنة تنفيذية. اللجنة التنفيذية فيها رئيس المنظمة، فيها الأمين العام، وفيها عدة، فيها أمانة العلاقات العامة، فيها أمانة الإعلام، فيها أمانة الولايات. والآن عندنا في 18 ولاية عندنا فرع. في أمانة الدراسات والبحوث، في أمانة المال، وفي أمانة الشباب والطلاب، لأن الشباب عنصر هام جدا في هذا العمل. وأساسي أكيد، يعني الشباب هو اللي حيقود يعني. أنا إذا رجعت وسألت من 2010 لغاية الآن، شنو اللي حصل يعني في الفترة دي؟ حسيتوا انه المنظمة فعلا قايمة بدور او حتقوم بادوار؟ والله احنا من 2017 حقيقة بدينا انشطة، يعني عملنا شراكة مع وزارة التربية والتعليم، عملنا شراكة مع جامعة الخرطوم، عملنا شراكة مع جامعة الزعيم الأسهري، عملنا عدة ندوات، عملنا يعني زي ما قلت لك هسا عملنا افرع في كل الولايات، شغال الحمد لله، يعني كلها ناس يعني نشيطين، خاصة كمان يعني المعلمين بالذات. المعلمين بالذات نشيطين جدا في المجال ده. وعملنا أكثر برضو من منتدى مع جامعة الزعيم الأزهري، ويعني الناس مستمرة يعني حتى الآن. الآن عندنا اليوم القومي إن شاء الله حيكون قريب ان شاء الله. يعني كل هذا الحراك من اجل يعني التنوير باهميه المنظمه. خلينا سعادتك نتكلم برضه شوي عن اهداف المنظمه. في هدف واضح للعيان، الوقت والاهتمام بالوقت، لكن برضه اكيد في نقاط ثانيه واهداف ثانيه اخرى، نتكلم عن اهداف هذه. نحن حقيقه يعني الهدف الرئيسي والاساسي ان ننشر ثقافه احترام الوقت هنا في السودان. ودي واحده من الحياة اللي هي يعني عامله اشكال حقيقي.
بالنسبه لنا مش يعني مش الدائر هنا بس، برا احنا بقينا متعارف علينا اننا يعني قوم لا يحترمون الله، ودي سمعه سيئه جدا ليست طيبه. فدار نزيل هذه الفكره. بعد ذاك دارنا خلي يعني المنظمه ذاتها تتبنى مساله نشر ثقافه احترام الوقت وتكون هي العامل الاساسي فيها. دارنا خلي الناس على كل المستويات من نمره واحد في السودان، من المسؤول الاول في السودان لغايه اخر مسؤول مزارع في الـ في الـ في البوادي هناك يكون عارف انه الوقت عنده اهميه. يزرع بيتين، يحصد بيتين، يعمل بيتين، عشان برضه احيانا دي برا بيتعمل بتضيع الانتاج وبتضيع كده بتضيع يعني بالموضوع. حتى زي ما انت ذكرت حتى الزراعه محتاجه لزمن، لمواقيت يعني مواقيت وموسم، لانه انت لو ما زرعت في ميقاتك سليم في زمنك سليم ما حتنتج، ما حتحصد، ما حتحصد. فدي سليم. دي نعم. يا ريت نحن نتكلم شويه سعادتك من خلال تجربتك، انت تكلمت عن انه يعني كانت المنظمه نتيجه لبعض الاشياء، شنو من التجارب اللي كانت سبب انها تكون هزم؟ والله التجربه الحقيقه لما يرويها سعادة العميد تجربة مرة جدا. هو كان في اثيوبيا، نعم، وفي الفندق كان في خواجة، احنا نقول خواجة طبعا كلمة خواجة، ومعه مستثمر سعودي، هم الاثنين مستثمرين، نعم. فبيتحدثوا عن الاستثمار وسالوه انت من جيبوتي من وين وكذا، قال لهم انا من السودان وكذا، وانتم مالكم احنا مستثمرين، قال لهم يا اخي ما تستثمروا في السودان، في الزراعة عندنا في السودان وكذا. فالخواجة رد بنبرة ما سهلة، قال له نيفر اجين، نيفر اجين. ليه؟ قال لي احنا جينا السودان يعني عن طريق وزير، وهو اكرمنا ما قصر في كلام، لكن لما مشوا المكتب جلسه للعمل قعدوا 3-4 ساعات ولا جا الوزير ولا اعتذر. لا حول ولا قوه الا بالله. فهم من اخذوا من الوزاره للمطار طوالي ما قعدوا، غادروا كده. قال لنا ذكروني بزول كده، نعم تفضل، ذكروني بشخص كده بيعمل نفس الحاجه، نفس الحاجه دي مشكله حقيقيه دي. نعم كلمه حاده جدا جميل. هو ده خلانا احنا ذاته يعني اندفعنا في الاتجاه انه لازم تكون في المنظمه ولازم الناس يكون في احترام للوقت. نعم. طيب نعم. نتكلم شويه سعادتك عن فوائد تنظيم الوقت، اكيد في فوائد كثيره وجمة، نتكلم عن هذه الفوائد. اول شيء بالنسبه للشخص حياته كلها بتنتظم، الشخص كشخص هو بيقدر يستثمر وقته، معناته يعني ده مزيد من الدخل، معناته مزيد من التنظيم، معناته مزيد من التربيه لابنائه، معناته يعني في حتات كثيره جدا. بالنسبه للدوله كدوله ما الوقت ما واحد من الموارد، نعم، اذا قلنا موارد بشريه، موارد ماديه، موارد ماليه، كده معلوماتيه كلها، الوقت واحد من الموارد. نعم نعم. لكن سعادتك يعني صراحه يعني لينا قبل شويه تكلمنا عن الناس بتتكلم عننا، انا ما مقتنع بحكايه الكسل، ان احنا ما كسلانين، ويمكن الاحداث الاخيره ان الناس شافتها، شباب ما كسلان، كبار جداً. نعم اطفال كلهم، لكن حكايه الزمن حقيقه مشكله. يعني انت اذا كنت منضبط هيحصل لك ضغط او سكري، لانه صراحه انت بتنضبط. يعني زي ما لينا قبل بتتكلم معاي قلت لي انت مرات، انا مثلا اكون ماشي لمنطقه معينه عندي زمن اقول انا تاخرتها، قلت لي بمشي القى ناس هم ذاتهم، لا المسؤوليه على الحاجه هم تمام، ما جو. نعم دي مشكله سعادتك. نعم 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 دي مشكله حقيقيه. ولكن قبل شوي انت قلت احنا ما كسلانين، احنا اذا ما كسلانين اذا ما عارفين يعني مدير وقتها. ايوه حجم الاهتمام بالوقت يعني. نعم لانه هسه ابنائنا الشباب ديل، وانا اتمنى 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 طالما في مساله بتاع التغيير الان، الشباب ديل ذاته يعرفوا انه احترام الوقت واحده من الحياه التي يجب ان تغير. كلام جميل. واداره الوقت حاجه مهمه، محتاجين لتثقيف وتوعيه باهميه اداره الوقت. زي ما ذكرت انه احنا ممكن احنا ما كسالف فعليا، تلقى زول يقول لك انا والله من صلاه الصبح صاحي، صح، لكن ما قادر اطلع ما قادر، لانه ما قادر تدير وقتك. هذه نقطة مهمة جدا الناس تهتم بها. طيب سعادتك نتكلم شوية عن الاحتفالية اللي يمكن هتكون هي جديدة في السودان، اليوم الوطني لاحترام الوقت. اليوم الوطني لاحترام الوقت اللي هو بتاريخ 20/11 في قاعة الصداقة الساعة 8. واللي هو ده يعني احنا من خلاله دار ننبه يعني المواطن السوداني بأنه هنالك وقت يجب أن يحترم. نعم. ونوري الناس انك انت ممكن يا اخواننا اي شخص فيكم بيحترم الوقت ممكن يكون عضو عندنا، بس يكون بيحترم الوقت يعني شرطنا الاساسي تكون بيحترم الوقت ما داري منه اي شيء ثاني، او
مفكر انك انت تتغير تبقى شخص يحترم الوقت. والله ده كلام جميل يعني، ده بيفيد نفسه بيفيد الناس. ايوه تبقى عضو في المنظمه. نعم. المدعو يعني في دعوه للناس ولا؟ في دعوات هسه الان بتطلع الان الليله يمكن نمشي نقعد عشان نرتب امر الدعوات كلها للاخرين. جميل. طيب شكل الاحتفاليه كيف هيكون؟ وبرضه نتكلم عن نقطه مهمه، انه قلت الساعه 8، هل هتكونوا ملتزمين بانه اذا في حد جاء 8 ودقيقه ما هيكون داخل او نحن هسه في اجتماعاتنا العاديه يعني على رأس المنظمة كان رئيس الفخري رحمة الله عليه المشير سوار الدهب. نعم ربنا يرحمه. المشير سوار الدهب احنا عندنا اجتماع كان في المركز القومي للثقافة والفنون، فهو في الطريق العربات كثيرة جدا. نعم. لقى انه اذا استمر بالزحف ده حيضيع الزمن. خلى العربية وجاب رجلين. الله يكرمك. ده احترام للوقت. احترام للزمن. ايوه احنا دايرين الناس تصل لمراحل زي دي. نعم ده من الدين ومن الاخلاق. نعم. يعني حقيقه من الدين والاخلاق. نعم. يعني اذا كان هو دين واخلاق وانتاج وتقدم، ليه احنا ما نحترم الزمن؟ بس في مشكله صغيره لينا ما تزعلي، يعني النساء مشكله كبيره جدا. النساء يعني حتى لو بتاعه الحال جايهم بيقول لك انا بصل، لكن عشان يعملوا الميك اب وعشان يجهزوا داري لهم ساعه. انا ما بتفق معك، انا ما بتفق معك في الموضوع ده لسبب واحد جدا، يكفي ربة المنزل. هي اللي بتصحي الزوج، هي اللي بتصحي عياله، هي اللي بتقوم من الصباح. اكثر زول نشط في البيت هي النحله يعني الدؤوبه في البيت، فانا ما بتفق معك. في بعض السيدات وفي بعض الرجال ما بيلتزموا بالوقت صراحه، لكن الاتهام على الحواده انا ما برضى صراحه. احنا نتكلم فيه لقدام. نعم سعادتك، نحن حقيقه سعداء بيك كثير، وده موضوع هام، ونتمنى انه الناس تلتزم بوقتها دائما. نعم. نعم 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 حقيقة إذا احنا ما تعلمنا نلتزم بالوقت احنا ما حنمشي لقدام. ده كلام سليم. ما حنتحضر وحنظل في نفس مكاننا. وزي ما قلت لك احنا إذا قدرنا الآن وصلنا رسالة للمسؤول الأول إنه يا أخي لابد من احترام الوقت. نعم. اجتماع الساعة 8 الساعة 8. مشروع مفروض يبتدي بتاريخ كده ينتهي بتاريخ كده. خلاص. من نمرة واحد لغاية آخر شخص. نعم يعني المفروض يكون في قوانين، لأنه نعم. أنت عندك زمن محدد تحدده خلاص. نعم. بعدين أنت اللي بتكون مسؤول عن إضاعة وقتك. نعم. شاكر لك كثير جدا سعادة اللواء ركن صلاح الدين حسين أمين مال المنظمة القومية لاحترام الوقت. شكرا جميلا لك. الله يخليك. شكرا لك كثير. الله. ونحن